بنعرف إن الدواب موجودين على الأرض، بنعرف إن الدواب بيمشوا على الأرض. أخي مالك، أهلا بك أخت فرحة. في دواب في السماء؟ في الحقيقة ربما يوجد لدينا دواب في السماء. تقول الآية 29 من سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فهذا السؤال أنت طرحتيه يبدو السؤال أيضا حير المفسرين سابقا، ففكروا يعني كيف يمكن أن تكون في السماء دابة والسماء ليست فيها المفترض يعني دواب تمشي. فرحنا المفسرين، فالمفسرون قدموا مجموعة من الإجابات. البعض قال لا، أن المقصود في يعني عبارة فيهما ليست يعني فيهما ليس السماء والأرض، ولكن فيهما مقصود فيها فقط الأرض. يا سلام. نعم. طبعا هذا الرأي يعني ما له يعني الأرض سنة. فيها. نعم، ولكن قالوا أن المقصود بما أن كان الحديث قبل عن السماوات والأرض، فلما ورد فيهما ولكن نوع من يعني اللغة الفنية، ولكن القصد كان في الأرض وليس في السماء والأرض. البعض قال لا، أكيد الكلام فيهما يعني في السماء والأرض، ولكن يقصد بأن الدبيب، أن الملائكة عندما تطير لها أصوات كالدبيب، فالملائكة هي الدابة التي في السماء، الدبيب الملائكة أو هي تدب دبا. طيب. نايب. طبعا هذا رأي يعني موجود في من غرائب آية التفسير، وموجود عند الرازي أيضا. البعض يعني شاف المسألة كمان مربكة، فقال لا، يمكن يكون نحن في الأرض يعني لا نعرف ما يوجد في السماء، ربما كان في السماء احتمال في الاكتشافات الجديدة يوجد دابة ما، يمكن يكون في دواب نحن لا نعلمها. هذا نحن يقولون أن لماذا نفكر بطريقتنا، ربما يوجد في السماء دواب أو أناس آخرين، فربما يكون في دابة سماوية. ممكن كده يعني. نعم. طب والاحتمالات دي مقبولة؟ طب هلا السؤال المنطقي أخفر يعني أخت فرحة، أن تقول آية ومن آياتي خلق السماوات والأرض، يعني الله في القرآن يقول أني عنده آيات، عنده أدلة ومعجزات موجهة أنها نحن البشر. بالضبط. يقصد بها الآيات والأدلة أن البشر أني نحن ندركها، إذا على الأقل لم نكن نراها على الأقل ندركها أو نفهم وجودها. فأعطنا مثال السماوات والأرض، فهمنا السماوات والأرض، ولكن عندما يقول أن من آياته وهي موجهة أن مفترض نحن نفهم هذه الآيات. بالضبط. أو نراها أو ندرك شيء منها. بالزبط. ولكن عندما تكون هذه الآيات دابة في الأرض في السماء عفوا، وربما شيء لا نعرفه، أو ربما كان صوت الملائكة، أو ربما كان القصد لا ليس في السماء ولكن في الأرض، فأنا جات لي في دماغي في فكري حاجة أخي مالك، مش احتمال البراق؟ يعني هو إذا كان يقصد في ذلك فأيضا هذه ليست آية لنا يعني من آية للناس، فأين الآية بالنسبة لنا؟ الآية كانت لمحمد بس، ولكن هذا الخطاب للناس، ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني الخطاب لكل البشر لسامعين القرآن مفترض. فإذا هذه الآية من المحتمل أن فيها نقص ما، ومن آياته خلق السماوات والأرض، وربما في يوجد عبارة ناقصة بعد كلمة والأرض وما بث فيهما، يعني ربما كان في شيء ما علشان حتى تكون مفهومة، ولكن في خطأ ما أثناء كتابة تدوين القرآن أوقع الكتاب في هذه المعضلة، أو أوقع المفسر في هنلاقي حاجات في القرآن تاني بيقولوا عليها أنها في السماء؟ ممكن أنا أستغرب يعني لحفظ. مثلا بني آدمين، ممكن أمور لا تستغربي، بني آدمين من دلوقتي يعني. نعم، فصحيح. فأنت فكري لما نحن كلياتنا نفكر بهالموضوع، يعني أن القرآن دائما حديثه مبهمة، فيهما بيطلع المفسرين يقولوا لا في الأرض، في الأرض. يعني كيف تأتي يعني في إبهام على مستويات كثيرة، دابة، والبعض يقول أن طيران ملائكي هو الدبيب. طب الدبة دي مش هو يدب على الأرض؟ نعم، وهي الطريفة يعني حتى كون أن طيران ملائكي دبيب هو عكس الواقع، أن الدبيب هو السير على الأرض. أصلا نحن المعجم العرب ما رح يعطينا غير الدبة هو الذي يدب على الأرض. طب شكرا أخي مالك. وأنا بسأل دلوقتي المشاهدين، هل في دواب في السماء؟ في الآية بتقول إن وما بث فيهما من دابة، يعني في الأرض وفي السماء. أنتوا سألوا نفسكم كده، ولا هتقولوا برضو الله أعلم؟ ما احنا برضو عايزين نعرف شوية علشان يبقى في إيمان. شكرا جزيلا، نشوفكم في حلقة قادمة من قرآنيات. شكرا أخي.